السلام عليكم. نصيحة لكل الشباب اللي في نفس عمرنا، انت ربنا مديك طاقة كبيرة جدا وتقدر تستغلها في حاجات انك تنجح في حياتك. انا هقول لك الخطوات البسيطة اللي تقدر تعملها. رقم واحد، خلي يكون في علاقة وحوار بينك وبين ربنا. دايما لما تكون لوحدي اتكلم معاه واعرف ان ربنا اللي خلقك انت، يعني امك بتحبك، ابوك بيحبك ليه؟ علشان هما اللي جابوك. لكن تخيل ربنا هو اللي خلقك، فهو احن عليك من امك وابوك، فالمفروض تعمل ايه؟ تحبه، حب ربنا. رقم اتنين، خلي بالك من نفسك، اياك تحزن ابدا. تعرف لإياك تحزن وما ينفعش نحزن، علشان لو إحنا كنا ينفع اللي إحنا نحزن ما كانش ربنا يقول في القرآن الكريم لا تحزن إن الله معنا. علشان كده من هنا وريح ما نحزنش. طيب ليه بنحزن؟ لأسباب كتيرة جدا. رقم واحد، الشيطان بيتحكم فينا. إزاي بيتحكم فينا؟ الشيطان يجري في بني آدم في عروقه مثل الدم بالظبط. شايف الدم بيجري ازاي في عروقنا؟ الشيطان برضو كده بيتحرك جوانا وكده. وشابته بيقول ايه؟ ربنا لأغوينهم الا عبادك منهم الصالحين. فايه اللي هيحصل؟ نعرف اللعبة البسيطة اللي هو ايه؟ طيب انت عندك غير الشيطان عندك النفس كمان. طيب انا اقول لك خطة جميلة قوي وهتفرحك، ان هي ايه؟ صاحب نفسك. لو انت عندك عدو عايز تتخلص منه، صاحبه، اقعد معاه وشوف ايه اللي مزعلكم مع بعض. علشان كده انا اعرف واحد شخصيا كان زعلان، لكن بعد كده الحمد لله خلاص مفيش حزن في حياته. الحزن مفيش، ربنا قال لا تحزن. عمل ايه ده؟ اتصاحب هو ونفسه، ولما تصاحبه هو ونفسه خلاص بدأ يركز في شغله، بدأ يركز في حياته، بدأ يركز ان هو يعمل حاجة لنفسه، بدأ الجمال اللي جوه قلبه يطلع على وجهه. علشان كده الخطة اللي بكمل لك وبتكلم فيها، رقم واحد، دايما خلي فيه علاقة بينك وبين ربنا، حوار، اتكلم معاه، وربنا هو اللي خلقك وهيحس بيك. والله على فكرة الحياة اللي احنا عايشينها فيها سر كبير، ألا وهو الروح. في آية في القرآن الكريم، ومن يهدي يشرح صدره للإيمان، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان. رجعوا الآية دي لو سمحت. ماشي خلاص. رقم واحد، الحوار مع ربنا، الكلام، تتكلم معايا يا رب، أنا ماليش غيرك يا رب، أنت في ظهري يا رب. رقم واحد. وما تنساش، ما تخافش على رزقك خالص. عايز تكون غني هتكون غني، عايز تركب عربية هتركب عربية، اللي أنت نفسك فيه هيجي لكن بوقته. طب أنت متأكد اللي هو هيجي؟ أيوة. عارف ليه؟ علشان أنت بتقول إيه؟ يا رب. وإيه؟ إن الله هو الغني. ربنا هو ربك اللي خلقك هو الغني. يعني بص، سبحان مغير الأحوال، يجعل اللي ما معهوش فلوس معه فلوس كتير، يجعل المريض الضعيف صاحب قوة، ويجعل الغني ضعيف. فدايما خلي سندك على ربنا وكن واثق من نفسك، كون واثق من نفسك واعرف ربنا هيكرمك آخر كرم إن شاء الله. نرجع تاني لموضوعنا، بعد ما تعمل العلاقة والحوار، اتكلم حوار مع ربنا. رقم اتنين والمهمة جدا، انك تعمل ايه؟ ما ينفعش تحزن. رقم ثلاثة اللي هي رقم اتنين كمان، ان انت تعمل ايه؟ تصاحب نفسك، تقول لنفسك يا نفسي انا جاي لك اهو، انا جاي لك وفاتح قلبي ليكي وعايز اكون صاحبك يا نفسي. ويلا اعرف نفسك، حاول تعرف تكوين نفسك، حاول تعرف تكوين النفس البشرية. دي حاجة، يعني الحياة أسرار، ولو أنت محتاج أي حاجة في مشكلة في الحياة وعايز تاخد رأيي، تواصل معي على الواتساب وأنا مش هبخل عليك بأي معلومات أعرفها، أفيدك من جوه عينيا.
بعد رقم 2 خلاص انت صالحت نفسك وعرفت طبيعة النفس البشرية. رقم 3 بعد ما تعمل حاجتين دول وخلاص هديت وعرفت، آن الأوان، آن الأوان عشان تحقق حلمك وتعمل اللي انت نفسك فيه. بس وانت بتعمل كده، نصيحتي ليك يا صاحبي ويا أخويا ويا صاحبتي ويا أختي، نصيحتي ليك انك اتعامل بحذر شديد وببطء مثل السلحفاء، ولا تكون مثل الأرنب أبدا. الأرنب بيجري سريع وبيعيش 16 سنة، لكن السلحفة بتعيش أكتر من 100 سنة. هي بطيئة لكن بتعيش أكتر من 100 سنة. علشان كده، عشان انت تعمر وتفضل مبسوط في الحياة، عليك انك تعمل ايه؟ الناس اللي انت بتتعامل معاهم يكونوا ناس مظبوطين، ناس أمناء، ناس لا يخدعون أي إنسان في الدنيا، ناس يخافوا من ربنا. طيب هتقول لي يا علي أنا ما أعرفش، طيب أنا ما عنديش الحاسة السادسة أو ما عنديش فراسة المؤمن، أعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه. ابدأ شغل معهم مرة واحدة، بس كن راقبهم كده، راقبهم على حذر. وبعد ما تراقبهم وتعمل الشغل الاولاني، الشغل مش كويس وما حسيتش ان هم ظلموك او ظلموا الانسان اللي قصادك، كمل معاهم. اي اشاره تجيلك من عند ربنا ان الناس ديت مش كويسين، فورا اقطع الشغل. ديت النصايح اللي انا عايز اقولها. والكمان حاجة مهمة جدا يا جماعة، اللي هي بقى ايه؟ انك علشان توصل حياتك، انت بتعمل ايه في الحياة دي؟ انت بتبني امبراطوريتك. ايوة، ابني امبراطورية. بس علشان امبراطوريتك ما تتهز، عارف كوم الرملة لما بنروح البحر وبنعمل الكوم، بنعمله هرم، وبص كده، ولما نعمله كده الرملة بتقع. لو انت مش عايز امبراطوريتك تتهز، تعمل ايه؟ خلي بالك، خلي بالك على نفسك. لا تتعامل مع اي حد وخلاص، اتعامل مع الناس الصح، ولا تستعجل على رزقك ابدا. ولله خزائن السماوات والارض. ربنا غني جدا جدا. لو ما جالكش النهاردة اصبر، ربنا هيعوضك اضعاف. بس امشي خطوة بخطوة. والحاجة المهمة كمان اللي انا عايز اقولها، انك ما ينفعش تتوتر ابدا يا صاحبي. طيب التوتر هيجي منين؟ اسمع بقى مني الكلام المهم ده. التوتر قلة الفلوس، احتياجك للفلوس وانت ما معكش فلوس بيجي لك توتر. طيب تعمل ايه وانت شغال؟ لما يجي لك فلوس حط على جنب عشان تحس بالامان. 2، التوتر بيجي لك منين؟ لما تتعامل مع ناس ما عندهمش ضمير هيجي لك توتر، علشان انت جواك قلبك نظيف بتحب الخير لكل الناس. التوتر هيجي لك منين؟ لما ما يكونش فيه لغة مع اللي خلقك. انا اقول لك حاجة تجربها لو سمحت بكرة، جرب اللي انا هقول لك عليه. الساعة 6 المغرب بص للسماء، ركز فيها. سحاب كل يوم بيجي، سحاب بيغطي الشمس، الشمس بتيجي، قمر كل يوم بميزان. الساعة 6 الصبح الشمس بتيجي، الساعة 8 بالليل الليل بيجي. اهدى، ما هدفنا في هذه الحياة؟ عندنا رب كريم، خالق عظيم. علشان كده الشيطان قال ايه؟ ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علشان كده لما انت تقعد مع نفسك وتتصالح مع نفسك وتجاهد نفسك علشان تعرف سر الحياة
وتعرف الروح الحياة ازاي ماشية ازاي وتعرف السر، خلاص الشيطان مش هيغلبك ابدا يا صاحبي. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده، وياريت تنشره بين اصحابك لعلهم يستفادوا ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.